السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم مشروب مهم جدا في رمضان، سواء كان على السحور أو الفطار. المشروب ده عبارة عن الرايب. دايما كلنا بننسى الرايب وبنحط على الزبادي حاجات مسكرة. الرايب ده بيتعمل بكوبايتين زبادي، سواء كان بيتي أو زبادي من بره بلبن مبستر. أنا عاملاها بلبن حليب بالشكل ده، عاملاها في البيت. بحط الكمية اللي انا عايزاها وقدها مية، يعني بحط كوباية وكوباية. اللي بزوده عليها، ما بزودش عليها عسل او بزود عليها فاكهة، اللي بزوده عليها كوباية المية ومعاها شوية ملح، ملح بسيط جدا. هو المفروض بيبقى حادق مش حل. اللي عايز يزود كوباية لبن كمان ممكن يزود في الوقت ده، وبالهاند بلندر او في الخلاط ده او ده. كده نشرب احلى كوباية رايب في الفطار او في السحور، زي ما انتوا شايفين كده. بألف هنا وشفا، رمضان كريم.